دبي الأولى عالمياً، أو على الأقل في المراتب الأولى في الاقتصاد، في الأمان وغيرها. هذه المنطقة اللي بتشوفونها الحين هي المنطقة اللي يستحي الإمارات يقول إنه صاير لها السطوة. بصير السطوة ليش لا؟ ربيتي مريم خبرتها إني بصور في هالمكان، قالت لي كيف؟ ما تخافين؟ هالمكان كله هنود وبتان. بالعكس أنا يوم كنت أمشي وأصور كل حد كان يطالعني، صح، خصوصا الهنود والبتان والفلبينيين. يقولون نشوف المواطنين يجون ويخلصون أشغالهم، معروفة السطوة موجود فيها كل اللي تحتاجه. Covered with gold, huh? Yes. They give you for free. No. I love gold. You love gold? This is for sale? No. لكن يشوفوا الناس يشرون، ناس يخلصون يقضون حاجاتهم ويمشون، بس يشوفوا الناس يتفيجون يدشون بين السكيك يصورون سكة سكة. ناس مغتاظة يوم تشوف صور لدبي غير صور ناطحات سحاب ومنتجعات وغيرها، وتشوف بيوت شعبية مو بفلن، تشوف دكاكين مو بمحلات، تشوف سياكل مو بسياير. تقول عن دبي هذه دبي وراء الكواليس، أو هذه دبي بدون مكياج. ليش؟ لأن الإماراتي ما يراوي، يبى يراوي ريوقه من أعلى برج، وغداه في فندق 7 نجوم، وعشاه في مطعم في أكبر مركز في العالم. وأنا من هالناس وما أنكر، لين سرت ونزلت ودخلت سكة سكة وانبهرت ببساطة هالأماكن المنسية، ضايعة حقوقها في التصوير. هي أماكن اللي يسكنون فيها بيوتهم البسيطة، بيوتهم البسيطة تطل على أبراج، ومن أهم الأبراج في العالم. أنا هني جالسة أتكلم عن أهم وأطول برج في العالم، أطول برج في العالم. أنا مو ضد فكرة التحضر والعمران، بالعكس فخورة جدا جدا ببلادي، لكن هذه بعد دبي. دبي دبي جميلة كيف ما تكون. إذا نبغى نراوي دبي للعالم لازم يشوفونها بكل حالاتها، لأنها كل حالاتها جميلة. Hey world, this is my Dubai too. وحين أباكم تشاركوني تحت في الكومنتات وتقولوا لي في بلادكم أو في مدينتكم شو المناطق اللي تحسون إنه ما ماخذة حقها كتصوير، أو كأن الواحد يفتخر إن هذه منطقته أو إنها جزء من بلاده. أحبكم وايد. تيم الفلاس.